شكرا لك فريال، صباح الخير لك ولكل مشاهدين النهار من وراء الشاشة. متواصلون في تغطيتنا المباشرة للطابعة 24 من الصالون الدولي للكتاب في يومه ما قبل الأخير من الختام. بداية فريال، يحضر معي مجدل ممثل عن دار فضاءات للنشر والتوزيع، وهي دار أردنية، بسبب هذا الكتاب المثير للجدل الذي صنع الحدث في سيلة 2018 بعنوان كيف تقتل زوجتك. هذا العنوان الذي استقطب جميع زوار سيلة 2019 من أجل اقتناء الكتاب وأيضا دفعهم الفضول لذلك، فما هو محتوى هذا الكتاب؟ مجدل يفصل معنا أكثر. مرحبا، كيف الحال؟ ومرحبا بقراء فضاءات وجمهور الجزائر الجميل. بداية، كيف تقتل زوجتك هو كتاب للروائي والكاتب حسام الزعبي، روائي أردني. الكتاب الكاتب يفتتح كتابه بجملة هكذا علمتني الحياة، هي جملة تختصر الكثير من مصادر هذا الكتاب. فالكتاب يحكي عن عدة كيفية التي يجب أن يكون عليها العلاقة ما بين الرجل والامرأة، أي الزوج والزوجة، وكيفية التعامل فقط. هذا هو المصدر الرئيسي للكتاب. طيب، لو نتحدث حول المضمون، هل هو فعلا ربما نجد في الكتاب طرق واستراتيجيات لقتل الزوجة أم ماذا بالضبط؟ لأنه العنوان مثير حقيقة ويستدعي أنه فضول الآخرين. الطرق والاستراتيجيات لقتل الزوجة، هنا المقصود فيها أو كما يقصد الكاتب بشكل عاطفي، أنت كيف ممكن أن تقتل إنسان وهو ما زال على قيد الحياة؟ إنسان يكون ما زال حي ولكنه في الحقيقة ميت، هذا الذي يقصده الكاتب بكيف تقتل زوجتك. يعني يمكن أن نقول أن هذا العنوان والمضمون مختلفان؟ هما ليس مختلفان أبدا. أوكي، فالكاتب يقصد أنه كيف تقتل زوجتك، بقصد أي كيف تقتلها وهي ما زالت حية، وكيف يجب التعامل معها. أوكي، وكيف تقتلها حبا إن توجب الأمر، هكذا يقصد. طيب، ماذا عن هذا الغلاف الذي يحمل اللون الأصفر، وأيضا أجد مكتوب على الغلاف أيضا يكفي أن تكون شرقيا لتفعلها، هل هنا الكاتب يتهم الرجل الشرقي مثلا أم يوجه رسالة للرجل الشرقي؟ هو الرجل الشرقي ليس بحاجة للاتهام، الرجل الشرقي معروف منذ زمن كيف يتعامل. أوكي، واللون الأصفر الخاص في الغلاف هو اختير بعد عدة محاولات لاختيار غلاف، ووجدنا أن هذا اللون وهذه الصورة التي ترينها الآن هي التي ستعكس رؤية الكاتب ورؤية الدار للكتاب بشكل أو بآخر. اللون الأصفر ملفت جدا. طيب، ربما مجدل لو نتحدث عن الغلاف وأيضا العنوان الغلاف، هل هو عنوان تجاري؟ وليس عنوان تجاري بقدر ما يعكس ما يحويه الكتاب. أوكي، فكما أخبرتك سابقا الكاتب ابتدأ كتابه بجملة هكذا علمتني الحياة، هي جملة يقصد الكاتب فيها يعني بعد عدة تجارب وعدة استفسارات وبحوث أجريت قبل أن يخرج الكاتب بهذا الكتاب. طيب، ما هو الجنس الذي يأخذ هذا الكتاب أكثر، هل الجنس الأنثى أم الرجل هو الذي يأخذ هذا الكتاب؟ بكل صراحة لم يكن هناك جنس مفضل على الآخر، الكتاب اقتناه الرجال والنساء الملتحون وغيرهم، الكتاب لكل فئات المجتمع. أوكي، ممن يهمهم معرفة كيفية أنت يجب العلاقة التي يجب أن تكون عليها ما بين الرجل والزوجة. طيب، للإشارة فقط نتحدث عن هذا العنوان بالضبط، كيف تقتل زوجتك. سمعت أنه اليوم الأول عندما افتتح الصالون الدولي للكتاب هناك نسخ، وأيضا انتهت كلها، بيعت كل النسخ، والبارحة أمس فقط جلبتم نسخة إضافية، وأرى هنا أمامي أن عدد النسخ المتبقية تعد على أصابع اليد شيء 15 أو 10 نسخ فقط، هل هي الأكثر مبيعاً بالنسبة لدار فضاءات؟ كيف تقتل زوجتك يعد من أكثر الكتب مبيعاً بالنسبة لدار فضاءات في النسخة الحالية من الصالون الدولي للكتاب. بداية، عندما أحضرنا عدد النسخ لم نكن نتوقع أن يلقى الكتاب هذا الرواج ما بين الجمهور. أحضر عدد معين من النسخ، وكما كتب أخرى، الكتب الجديدة نحضر منها أعداد نسخ معينة، نفذت في اليوم الثاني للمعرض الكتاب،
أصدرنا أمر بالشحن ووصلت بالأمس وقربت على النهاية بعد الضجة التي أحدثها الكتاب أوكي كيف تقتل زوجتك، أعيد وأكرر للكاتب حسام الزعبي. طيب ماذا عن سعره؟ كم سعره؟ ربما هذا سؤال الذي يطرح كل جزائري الآن متواجد في البيت ويريد معرفة السعر. سعره 150 ألف دينار جزائري. شكرا جزيلا لك مجدل. إذا كان معنا مجدل للحديث أكثر عن كيف تقتل زوجتك، هذا الكتاب الذي صنع الحدث في سيلة 2019، وللتذكير فقط أن عدد النسخ المتبقية محدودة فقط لكل الباحثين عن هذا الإصدار الجديد لحسام الزغبي. لكن خط زميلتي فريال، شكرا لك سامي على